السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفة اليوم بريوش قطني، حضرته بثلاث اشكال. الشكل الاول عملته على شكل خلية نحل، الشكل الثاني هنا حشيته بالمربى فراولة، والشكل الثالث عملته خبيسات حشيته بالشوكولا والثاني بالمربى الفراولة. ما نطولش عليكم، نروحوا قبالة كيفية التحضير. بالنسبة للمقادير، اول حاجة عندي لهنا الوعاء، تسمى حنبدا لكم قباله. عندي لهنايا كاس وربع تاع الحليب، ما يعادل 300 مليلتر حليب، يعني هذا الكاس يرفد 240 مليلتر. نزيد ربع كاس كما قلت لكم، كاس وربع، هاي ليك نزيدو ربع كاس، نزيد نضيف على هذا الحليب 4 مغارف كبار تاع السكر عادي، ونزيد نضيف ملعقة كبيرة خميرة خبز، نخلطها بالفوي مليح. هاي ليك، الآن نغطيها ونخليها تتفاعل حوالي 5 دقائق ونرجع. بعد ما تفعلت الخميرة، الآن نضيف نص كاس تاع الزيت، نزيد نضيف مغرفة صغيرة لافاني، نزيد بياض بيضة، نضيف قرصة تاع الملح، نخلطهم مليح بالفوي. انا هنا حنستعمل البيتخان، واللي ما عندهاش البيتخان هذه تقدر تستعمل بيديها، يعني تخرج لها نفس العجينه. في الاخر نزيد نضيف لها الفارينه. انا هنا الفارينه حنستعمل في هذا الكاس تاع 240 مليلتر، يعني حنستعمل اربع كيسان، لكن الكاس الرابع ما نعمروش كيما هذا الكاس، ندير كاس الا ربع، ندير كاس الاول، نضيف كاس ثاني، هكذا الكاس يكون معمر، نضيف كاس ثالث، في الاخير كما قلت لكم نضيف كاس الرابع، كاس الا ربع. هاوليك، الان ندور العجينه. بسم الله، هاي ليك شوفوا القوام تاع العجينة كيفاش يكون، هذا هو القوام. الآن نضيف لها زوج مغارف كبار تاع زبدة، يعني وهي الدور نضيف لها الزبدة بالتدريج، قلت لكم زوج مغارف كبار. هاوليك القوام تاع لاباط، يعني تجيكم شوية خفيفة وراح تجيكم طرية. هاوليك القوام كيفاش يكون. الآن ندلكها شوية بيدي، شوفوا كيما تلصق لكمش. الآن نجمعها هكذايا، ونعاود نرجعها للوعاء باش تخمر لنا. كنت هذايا الوعاء اللي هنا يدهنتو بالزيت، هكذا. الان نغطيها ونخليها تخمر حوالي نص ساعه.
هاي اللي بعد ما خمرت خرج لها كامل هذاك الهواء. الآن قسمها إلى قطع صغيرة. نزيد هذه القطعة نقسمها على اثنين، يعني عينكم ميزانكم. خدموا الحبة هكذايا، كملهم هكذا كامل بنفس الطريقة. الآن جبت هذه الصينية، درت عليها ورق الطبخ ودرت عليها هذا يساخسو، كنت دهنته من الداخل بالزبدة باش مع التالي كتب لنا البريوش ما يلصقناش. الآن نحط الحبات نسقمهم ونحطهم ميوشنون بعدهم على بعضهم بعض. هاي ديك الآن عاود نغطيهم ونخليهم يخمروا للمرة الثانية. بالنسبة للشكل الثاني عندي هذا يا المستطيل كنت دهنته بالزبدة، وهذا البريوش أنا حنحشيه بمربى الفراولة اللي كنت حضرته معاكم. لقوا رابط الفيديو في صندوق الوصف. نفتح الحبة هكذايا، بسم الله. ندير القليل من المربى، هكذا، ونعاود نغلق عليها. هكذا قرصوها مليح من هنايا، ونعاود نسقمها بيدي. هاوليك الشكل تاعها، نحطها لهنايا. نكمل بنفس الطريقة. نبعدهم شوية على بعضيتهم. نكملهم كامل بنفس الطريقة ونرجع. هاي اللي بعد ما كملتهم، الآن خليهم يخمروا للمرة الثانية. بالنسبة هذه العجينة الأخيرة، يعني ما شاء الله كما شفتوا كانت جاتني صينية تاع البريوش وعملت مول محشي بالفراولة
وقعدت لي هذه العجينة. يعني انا كي مدت كيما شفتوا موزنتهم درت عيني ميزاني. الان هذو ماني حنديرهم بريوش طويل. نقلب العجينة، نفتحها شكل دائري، نجيب الحلال من الاحسن، من بعد نطويها من هنايا. هكذا نغلقوها مليح. هوليك الشكل تاع البريوش. نكمل الحبة الثانية بنفس الطريقة ونرجع. هايليك بعد ما كملتهم الآن نغطيهم ونخليهم يخمروا للمرة ثانية. هوريك البريوش بعد ما خمر للمرة الثانية. الآن نجيب صفار البيض ونضيف له شوية تاع الخل أبيض. هكذا ندهنهم مليح. الان ندخلوا للفرن على درجة 180، يعني نضيفهم من تحت من بعد نحمرهم من الفوق. هملك بعد ما اختمروا للمرة الثانية نفس الشيء ندهنهم بصفار بيضة مع قليل من الخل الأبيض وندخلهم للفرن على درجة 180. ما مقبيزة تاع البريوش غير يخمروا ندهنهم وندخلهم على درجة الحرارة 180. هوريك البريوش بعد ما طاب ما شاء الله. الان هو وسخون نغطي عليه بالسربيتة باش السطح تاعو في الاخر يقعد طري. هوريك بعد ما طابو ما شاء الله كنت هذوما الخبيزات كنت حشيتهم هنايا بالشوكولا وهنايا بالمعجون تاع الفخاس. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو، هم رايحين يجوكم بزاف طرايا. على ذلك قلت لكم كي يطيبوا غطوهم بالطرشونه على خاطر راح هذيك السخانه تعاود تولي وتخلي لهم السطح تاعهم طري. الان في الاخر ندهنهم شويه تاع الحسيله لو تحبوا لا جولي اللي يكون عندكم. باش تطلع هذيك اللمعه حق الاخر الفيديو كيما شفتوا كانت الوصفه بزاف سهله، يعني وما تديلكمش الوقت بزاف والتشكيله تاعها سهله. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. في الاخر نقول لكم سلام وتهلاو في روحكم.